Hi, it's Matt Victorian, Beirut. I'm Sauer, don't make sure. I should be working with him. I did it on the Blue Hashtag, Sauer, and that's the story of Hayat. So, that's it. ما هيك الصورة اللي بتشوفوها بتلاقيني هيك المرة عمرها 90 سنة وعم بعد عم تشتغل سو حبيت فجأة القصة من خلال الصورة وحكيت معها شي نصف ساعة وكتبت عنها هيدا كان أول بوست وحطيت اسمها شي ستيل وركينج و it was pretty هيدا البروجيكت بعمل صور بعمل بروجيكت كمان بالتصوير هيدا البروجيكت لاني صورته كان اكثر موست فيل بوست على حطيتها لحد هلا الفكره كانت انه بدي اعمل شيء بلاش العالم انه الكاميرا فيك تستعملها وانت فيك تبلش الناس انه you can make them happy so فيكم تشوفوها for a minute please stand here in the sadness and look at the sadness of Frank how that was awesome so I don't know how to complain شيء 50 مره ولزقتهم كل بيروت يعني مش كل البيروت اكيد بس هو لزقتهم كان رد فعل الناس كثير حلو عم بيشوفوا مثلا الشغال عن دعايات مثلا كنت مع الشارع بيشوفوا غير عدد من الدعايات بس عم يزف شو هيك انه لوك ان سكاي بري هاو لاك سوس كان رد فعل كثير منيح وممكن تشوفوا كذا الديزاينز وركزت عليهم I showed the artist. He's like 75 years old. Who started because of him. I told him what I did. Who I am. Who I am. I told him what I did. The culture events. What we have to give here. After she, I'm talking about how we saw them. We started with how we saw them. We did not show them. Because the art of jewelry. لما بتحكي مع العالم وانت عم تصور بيكون في كونتاكت بيكون الشخص اللي بيناديه لك انه يرتاح اكثر بيكون عم يشتغل انه بتاخذ صوره وما بيحكي شيء بس اذا بتروح تصور انه معهم مش عارف شو بدك تعمل بالصور كمان it's very good this is a very bad story تلاقيت شو كان اسمه نسيت هذا beside he lost his life during the war يعني فقد اجره خلال الحرب وعملت له قصة حياته كيف بيعيش بعد الحرب وكيف بينزل من الستيرز وهو واحد ستيب باي ستيب. This is Beirut مثل ما شايفين هون ركزت على لونج اكسبوجر Beirut عم هيك تو اوكي هون what would you do if you came across a wedding and you saw there's not even Singapore يعني إذا رحت على عرس أنتم جايين من عرس شفتوا ما في مصور عم بيصور العرس شو بتعملوا؟ So أنا ذاك اليوم كان معي الكاميرا وكل فلاش بزيادة So أخذت أنا شفت الويدنج ما كان في حدا مصور So I was like I should do something about it So أخذت الفلاش قلت بعد ال على العرس وصورت العرس ما كان حدا بيعرف مين هيدي من وين إجا كان العريس والعروس عم يتحكوا انه من وين جيت انت؟ يمكن ما كانوا عندهم مصاري يطلعوا ليجيبوا على السوق. That was pretty good. هون بدي فرجيكم انه اوقات بتلاقوا نفس الاشخاص مثلا في كذا مطرح، هون في حسن وفي بكان، بس كل واحد مطرح وكل واحد بيشتغل نفس الشغل بس انه حبيت فرجيكم هو هيدا الشخص نفس الشخص اللي بقى هون عمره شيء 30 وبعده بيشتغل نفس المحل ونفس المكان بعد 50 سنة. هيدي هون فيكم تشوفوا من التشعيب بس شفتوا التشعيب أنا حبيت الصورة بفرجيها واحد لأنه فركزت على الصورة لأنه حبيت التشعيب فيها لأنه عم تطلع على قدام وسيلافي هيدي الحياة شيء. أكثر أوقات لما تزود بورتريت شخص إذا كنت بصور بتعرف كيف انه بدك تركز على عيون انه عيون هو الروح الجوا لك هي سو مثل ما عم نشوفه بالعيون فوق والاكسبرشن تبعه للمرة اللي كان عم تطلع فيه شو عم تعمل ايضا وي توست ذا سو مثل ما شايفين هدول البلاد اثنيناتهم من نفس المحل بعد
Bastante. Foi com a Kelly, que nós ficamos chufando, aí eu amo, dois chufam, não amiamo, vem do lado. Aí eu estou falando a história, aquela lá dentro do hotel de Las Vegas, you can check it out. I'm still waiting, que vem nessa amanhã, daí, mora, Kelly, que eu estou falando, 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 she's like waiting for a car like, to go somewhere. Basta, há de lá, mas eu estou falando, eu So I shave even the stairs in Mamala, I shave, I work, I demand, I everything. I mean, Chuba Tariyat, he did a lot of the Bilwahad, Noanda, his way to shave, like, Buswa. After she felt in black and white, Pasta black and white is more plastic, so I can express myself more black and white. At this story, everything is amazing and no one is happy. حتى وقت كانوا كل الناس انه حواليه كانوا انه ما ما ماشي ظابطين معه شعبيت حتى الصوره انه كل شيء از اميزنج مان بس انه ما حدا از مبسوط هون سم تيبس انه اذا بتصور حدا ما بتعرفها اتبع الصوره وبعتها اياها كيف بدها تنبسط الكاميرا كيف تستعملها لك ميك سامون هابي سو استعملها بالطريقه المضبوطه بلوجينج از فيري ادكتيف ستارت بلوج المدون فيكم تكتبوا انه تصوروا حطوا قصص ايوه وفيكم تشيك ات اوت ماي بلوج بس في كوريان دوت ورك بريس دوت كوم كل كثير قصص وفي كثير بلوجز اكيد حطيتها وثانك يو عليكم